أحبتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأقدم لكم حلقة جديدة من برنامج موصليات، فأهلا وسهلا بكم. هذه الحلقة سوف تكون عن رمز من رموز الموصل، رمز آخر، إنه السيدة سالمة نامق من المربيات الموصليات الرائدات، والأستاذة سالمة نامق آل قاسم أغا 1929-2002، واحدة من أبرز المربيات العراقيات الموصليات الرائدات. هي من أسرة آل الأسعرتي الكرام، وهي من أحفاد قاسم أغا بن عبد الله أفندي بن محمد أغا الأسعرتي، ومن الأسرة أيضا آصف وفائي بن قاسم أغا وأحمد عزت وسالم نامق وعدنان أحمد عزت آل قاسم أغا، ولهم أدوارهم في بناء العراق. وكان منهم الولاة أمثال سعيد أفندي ابن قاسم أغا الأسعرتي الذي تولى ولاية الموصل مرتان 1898 إلى 1904 ومن 1908 إلى 1912. وقد كتب عن الأسرة عدد من المؤرخين والباحثين، ومنهم الأخ الأستاذ عماد غانم الربيعي في كتابه بيوتات موصلية. تولت الأستاذة سالمة نامق إدارة مدرسة الفتوة النموذجية، وهي من جعلت هذه المدرسة أفضل مدرسة ابتدائية نموذجية في العراق كله. كانت معلمة فاضلة ومديرة متنورة، وقد كتبت عنها، وعندما كتبت عنها كتبت عنها في نشرة الرياحين التي صدرت عن مدرسة الفتوة النموذجية، قلت أنها كثيرة هي الأشياء الجميلة التي تجعلنا نفخر بأيام زمان، ولعل من هذه الأشياء أن المدارس سواء كانت ابتدائية أو متوسطة أو ثانوية وحتى رياض الأطفال كانت تحرص على إصدار نشرات مدرسية ورقية وجدارية. وقعت بيدي أعداد من هذه النشرة الجميلة التي صدرت عن المدرسة، مدرسة الفتوة سنة 1969 باسم الرياحين. وهذه النشرة كانت تصدرها لجنة الخطابة والنشرات في مدرسة الفتوة النموذجية في الموصل، والمؤسسة منذ سنة 1948 وبإشراف المعلمة السيد عزيزة عبد القادر. وكان موقع المدرسة كما يقول الأخ الدكتور علي نجم عيسى في كتابه مدارس الموصل في منطقة الثلمي في الباب الجديد أو أقرب إلى باب لقش في الحقيقة بأيمن الموصل، ثم صارت لها سنة 1961 بنايتها الجميلة في حي الفيصلية على نهر دجلة في أيسر الموصل. والنشرة تتألف من 52 صفحة من القطع الكبير، وقد حملت النشرة هذه معلومات مهمة وباللغتين العربية والإنجليزية، والحقيقة تدل دلالة واضحة على اهتمام المدارس في ذلك الوقت بالثقافة والصحافة والتوعية وما شاكل ذلك. مديرة المدرسة السيدة سالمة نامق كتبت في هذه النشرة مقالة تربوية ضافية،
ورائعة ومليئة بالنصائح التربوية بعنوان تلميذاتي وتلاميذي الأعزاء، جاء فيها والكلام طبعا للمرحومة سالمة نامق. سأحدثكم اليوم عن بعض التصرفات التي تصدر عن بعضكم وتكون بحد ذاتها لا تستدعي انتباهكم ولا تعيرونها أي أهمية. فأنا مثلا أراكم كل يوم وأنتم تدخلون المدرسة وتخرجون منها أو تلعبون في ساحتها، ويكون هناك حجر ملقى في الشارع أو قشر فاكهة ملقى في الساحة أو بقايا أوراق متناثرة أمام الباب، وتمرون الواحد تلو الآخر، يتعثر أحدكم بالحجر ويدوس الآخرون القشر أو الورق ويكتفي بالتسلية بدحرجة الحجر بقدمه، وأرى أحيانا من يقوم برفعه أو برميه في سلة المهملات. وأتذكر أنني رأيت تلميذا صغيرا يسد الحنفية التي ينساب منها الماء لغير سبب، فأكبرت فيه هذه الروح. أيضا تقول الأستاذة سالمة نامق في كلمتها التي نشرت في نشرة الرياحين أنه في يوم أتاني تلميذ يطلب مطرقة ليصلح بها رحلة كسرها تلميذ آخر، فقارنت بين التلميذين، الأول الذي دفعه حرصه على المحافظة على أثاث المدرسة، والثاني دفعه طيشه إلى التخريب. ولا شك بأنكم تدركون الفارق بين الاثنين، وهكذا ترون أن أعمالا كهذه تبدو بسيطة لكنها في نظري تستحق التقدير، لأنها تدل على مدى ما يشعر به من يقوم من مسؤولية تجاه الآخرين وبالتالي تجاه مدينته وبلده ووطنه. سألت الأخت الأستاذة جنان سالم نامق عن الأستاذة سالمة نامق، فقالت عشت معها طفولتي، وكانت لي العمة الرقيقة الحنونة، ومن صفاتها التسامح والتماس الأعذار، فهي دائما تعطي للمخطئ فرصة كي يتراجع عن خطائه، وهي مربية فاضلة، كانت تدرس الرياضيات قبل أن تصبح مديرة لمدرسة الفتوة النموذجية، وكانت نعم المديرة المنضبطة الحازمة المتفهمة، وكثيرا ما كانت تقدم إرشاداتها ونصائحها في كيفية التعامل مع الآخر، هذا فضلا عن أنها كانت على درجة عالية من الثقافة والاطلاع، تحب الشعر وتقرأه وتتذوقه مع تميزها في تخصصها الرياضية. كتب عنها أحد تلاميذها في مدرسة الفتوة النموذجية فقال، طبعا المقال كان غفلا من الاسم، بعنوان السيدة سالمة نامق الأم والمربية الفاضلة، قال لا يمكن للقلم التحدث عن هذه السيدة الكريمة بمقال، وكان بودي أن أكتب عنها دراسة مفصلة لأنها رفدت العراق بجيل متميز وفي كافة المجالات العلمية والأدبية، واستطرد ليضيف إلى ذلك قوله سأذكر حقيقة واحدة للتاريخ، لو كان في العراق 150 مدرسة بمستوى الفتوة النموذجية لأصبح العراق في مصافي الدول المتقدمة، حيث كانت المدرسة نموذجية في علمها ونموذجية في تربيتها ونموذجية في عراقيتها،
كل هذا يعود إلى الست المرحومة سالمة نامو والكادر التدريسي، فكانت مربية بحق ومع الجميع، وكانت مهنية، وكانت طبعا كانوا يتحدثون عن مدارس شويفات اللبنانية، وأنا على يقين أن الفتوة النموذجية في حينها كانت أفضل من مدارس شويفات اللبنانية. وسأعطي مثلا على ذلك، في الفتوة النموذجية سنة 1964 تم نصب أجهزة في كافة الصفوف، وكانت المديرة تستطيع الدخول إلى أي صف من غرفتها لسماع حلقات التدريس والوقوف على مستوى المعلمات. يعني كانت المديرة تجلس في غرفتها وتسمع الدرس في كل صف من صفوف هذه المدرسة. أليس هذا سبق لم ينفذ في أي مدرسة من مدارس العراق أو المنطقة في تلك الحقبة؟ ووقف هذا التلميذ المتخرج من مدرسة الفتوة النموذجية عند ذكرياته وهو طفل ليقول: عندما أتحدث عن تلك السيدة العظيمة رحمها الله سالمة نامق، وتحت عنوان هل تعلم، سأعرض لكم بعض الحقائق اليسيرة. هل تعلم، في الفتوة النموذجية كان لدينا قاعة ومسرح تجري عليها الاحتفالات المدرسية ويحضرها المتصرف شخصيا؟ وهل تعلم أن مجلس الآباء والأمهات يعقد شهريا اجتماعا أو جلسة للوقوف على مستوى الطلاب؟ وهل تعلم أن لدينا في ليلة 27 رمضان حفلة إفطار جماعي لكل الطلاب المتفوقين في درس الدين، ويحضره المعلمات والمعلمين والطلاب المسيحيين يشاركوننا فرحنا في الإفطار؟ وهل تعلم أن هندام الفتوة النموذجية أجمل وأفضل من هندام أفضل المدارس في العالم؟ وأنا أريد أن أضع هل تعلم، هناك ألف هل تعلم. وللأمانة دائما كنت أتمنى أن أرى تلك السيدة أن تكون وزيرة للتربية والتعليم لتنهض به إلى مستوى العالم. مدرسة ابتدائية، مدرسة الفتوة الابتدائية النموذجية المختلطة، لقد دخلت المدرسة منذ سنة 1982 وتخرجت فيها سنة 1987. لقد كانت مدرسة مميزة في معلميها ومعلماتها وإدارتها، لقد كانت مميزة بتعليمها وفعالياتها ومهرجاناتها، وتعطي الطالب كل حسب موهبته وتوجهه. أيضا الأخ الأستاذ أحمد اليوزبكي وهو من تلاميذ هذه المدرسة يقول أن مدرسة الفتوة النموذجية كانت مدرسة مختلطة، ويقول أنها كانت أيضا مدرسة مميزة، وكانت مميزة في كل شيء، في التعليم وفي الفعاليات وفي المهرجانات. ويقول الأستاذ أيضا ضياء خروفة وهو أيضا من تلاميذها، حيث كانت المدرسة في الثلمي كان اسمها مدرسة الأمير عبد الإله النموذجية، كان فيها نظام تغذية، وكان فيها تعليم موسيقى، وكانت هناك باصات لنقل الطلبة. أما الأخت الفنانة التشكيلية والطارقة على النحاس السيدة فريال العمري، وكانت أيضا من تلميذات هذه المدرسة، فتقول: أنا كنت تلميذة بها إلى سنة 1958، تخرجت منها للمرحلة المتوسطة، وكنت الأولى في الامتحان الوزاري. كانت مديرتنا الست خديجة الخالدي نعم المربية الفاضلة، وكان كادر المدرسة رائعا، منهم الست عزيزة عبد القادر، والست نجاة يونس، والست فخرية الدليمي، والست معزز حمدي، وفبرونا ومريم، وغيرهم التي شاهدنا أسماءهم في سجل هذه المدرسة. وكانت هناك مجلة للرياحين كان الطلاب يكتبون فيها
وكان في هذه المدرسة نشاط موسيقي، وأيضا كانت هذه المدرسة من المدارس المتقدمة والراقية، رحم الله المربية الفاضلة السيدة سالمة نامق، وجزاها خيرا على ما قدمت لهذه المدينة وللعراق وللحركة التربوية والتعليمية في العراق المعاصر. وشكرا لإصغائكم، وإلى حلقة أخرى من برنامج موصليات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.